طيب يا جماعة، السلام عليكم. أنا معكم اليوم دكتورة غير فاروق، راح أعطيكم اليوم أول لاب طبية، طبعا أول تسجيل. طبعا إحنا كلكم أذكركم وصلنا عند لاب رقم 4. كنا بآخر لاب أخذناه عم نحكي عن إنه كيف نصنع الفينيتوين، وحكينا إنه الفينيتوين زي ما أنتم متذكرين لما قلت لكم رح ياخذ معنا تصنيعه 3 لابات، لأنه عندنا عبارة عن 3 خطوات منفصلة. وبتذكر انه بلشنا باول خطوة حكينا عن البنزوين كوندنسيشن، وحكينا انه هاي عبارة عن اول خطوة من خطوات تصنيع الفينيتوين. حكينا انه بيكون في عنا 2 بنز الديهايد بنعملهم كوندنسيشن، اسمها بنزوين كوندنسيشن، فهم عبارة عن 2 الديهايد عملنا لهم كوندنسيشن وحصلنا ستركتشر البنزوين. حكينا ستركتشر البنزوين زي ما هو قدامكم، نتذكره هو عبارة عن 2 بنزين رينج، وفي عنا طبعا بينهم كربونتين، واحدة من الجروبات عليها كاربونيل والثانية عليها او اتش. هلا البرودكت الثاني اللي انا بدي احصله عشان انا اكمل تصنيع الفينيتوين لازم يكون في عندنا كمان هنا كاربونيل جروب وليس او اتش، يعني بدي احول هذا الاستراكشر من البنزوين للبنزل. هلا هاي العمليه عشان احنا نقدر نعملها بدنا نعمل شيء بنسميه الاوكسيديشن للبنزوين رينج. هلا الاوكسيديشن باي وات؟ باي النيتريك اسيد، تمام. هلا اخر خطوه البنزل اللي احنا بنحصله بدنا نفعله مع اليوريا عشان نحصل يا جماعه على الفينيتون، تمام. فاذا هي هاي كانت يعني رح تكون اخر خطوه. هلا احنا وين عشان ااكد كمان مريم ما نكون ضايعين، احنا عمالنا عم نحكي من انه بدنا نحول او خلينا نحكي بدنا نحول يس البنزوين لبنزل عن طريق اني اعمل له ايش يا جماعه؟ عن طريق اني اعمل له اوكسيديشن، تمام. فهذا رح يكون اذا لابنا رقم ايش؟ لابنا رقم 4. طيب هلا اذا لما اجي احكي عن لاب رقم 4 زي ما حكينا فعليا هي البنزوين ستراكشر قدامنا، يعني لو بدنا نيجي نشوف عشان تكون الفكره اوضح، يعني هي البنزوين ستراكشر زي ما حكينا قدامنا، هي الاو اتش جروب اللي انا عم بحكي عنها هي اللي بدنا نحولها يا جماعه على ايش؟ نحولها لكربونيل جروب، تمام. هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نستخدم ال HNO3 اللي هو النيتريك اسيد، راح يصير في عندنا اوكسيديشن باي يعني بوجود النيتريك اسيد ويتحول لنا هذا المركب من بنزوين لبنزل، اللي هو هذا البنزل اللي راح ناخذه ونكمل معه التفاعلات، وراح يعطينا زي ما انتم شايفين نيتروجين اوكسايد، او الاصح نحكي نيتروجين داي اوكسايد اللي هو واحد من غازات النيتروجين، تمام. هلا هذا الغاز، يعني قبل ما ابدا اشرح ميكانيزم وهي الاشياء، هذا الغاز very toxic، تمام. فعشان هيك رح تشوفوا واحدة من الخطوات انه احنا دائما التفاعل كامل هذا رح نشتغله تحت ايش؟ تحت الفيوم هون. فنيجي نشوف مثلا لو بدنا نيجي نشوف الخطوات التفاعل، تمام. هلا خليني اورجيكم ملخص عملته عشان نسهل الشرح عنا، اوكي. خلينا نحكي هون يس اوكي. هلا كيف خطوات التفاعل فعليا رح تتم؟ يعني نيجي نربط النظري بالعمل. رح ناخذ عندنا يا جماعه البنزوين اللي احنا المفروض صنعناه من اللاب الماضي، تمام، ورح نحط معاه نيتريك اسيد زي ما حكيت لكم. هذا التفاعل رح يكون عباره عن تفاعل كوندنسيشن. هلا شو رح نعمل احنا؟ رح نحطه على الووتر باث ساعه كامله، اوكي. طيب ليه رح نحطه على الووتر باث ساعه كامله؟ عشان احنا يصير عندنا التفاعل. واهم شيء اللي بدي افهمكم اياه انه هون مثلا في ناس رح يخطر على بالها دكتوره ليه ما عملنا ريفلكس؟ لانه انا هون بدي شيء كثير مهم، بدي يطلع عندي اللي هو النيتروجين دايوكسيد من هذا التفاعل، فاحنا بنحطه بووتر باث وبنحطون هذا الووتر باث وين؟ بالفيوم هود، وبيطلع منه النيتريك دايوكسيد وبنكمل التفاعل. هلا بعدين طيب شو بنعمل؟ بعد ما انت تكون حطيته لساعه على البويلنج تمبريتشر، طبعا هو تقريبا لو اجي اسالكم البنزوين على اي تمبريتشر بيغلي، هو بيغلي من 94 ل 96، فتقريبا بالووتر باث رح نحطه على درجه حراره 196 يعني اراوند، تمام. هلا شو رح يصير في عندنا؟ رح يغلي، وفعليا انت يعني رح تشوف البنزوين رح يعطيك، او سوري البنزل اللي بيتكون رح يكون على شكل خلينا نقول اويل لونه اصفر، تمام. فهلا انت شو بتسوي بعد ما يغلى كلياته؟ بتيجي هذا الميكستشر اللي انت حاطه بالووتر باث اللي هو كمان مرة البنزوين مع النيتريك اسيد تفاعل وخلص وطلع عنا النيتروجين دايوكسيد، عشان هيك احنا حاطينه بفلاسك، وهذا الفلاسك بالووتر باث ورح يطلع هذا الغاز منه.
تمام، رح تيجي انت بعدين بهذا الفلاسك تيجي بتديره ب 150 من المي، ورح تكون انت حاططها في ايش؟ في ايس باك. هلا ليه حاطينها في ايس باك؟ عشان انت اول ما يعني تحط هذا الميكسشر في الووتر باك، البنزل اللي انت بدك اياه الكومباوند تبعك رح يطلع ازود، رح يطلع عندك على شكل يلو اويل، وعلى طول رح شو يصير فيه؟ خلينا نحكي انه رح يصير انه رح يتجمد على طول، تمام؟ فبالتالي انت هيك بتكون فصلت فعليا مين؟ بتكون فصلت عندك البنزل اللي انت بدك اياه، تمام. هلا انت فعليا بعدين يعني خلينا نقول بعد ما تبرده رح تعمل له سكشن فلتريشن، ورح تحصل على البنزل. اخر خطوه من الخطوات رح تكون انه انت شو رح تعمل؟ رح تعمل ريكريستلايزيشن. هلا زي ما اتفقنا دائما الريكريستلايزيشن عشان اتخلص انا من اي امبيوريتيز موجوده. هلا طيب ليش عملنا هون ريكريستلايزيشن؟ واحدة من اهم الاسباب اللي بتدفعنا هون انه نعمل ريكريستلايزيشن عشان اتخلص من اي بنتوين فعليا ما تحول لايش؟ لبنزل، تمام. فزي ما رح تلاحظوا اليوم يعني التفاعل فعليا، او خلينا نحكي اللاب رقم 4 اللي هو ثاني خطوه بتصنيع الفيليتوين، هو من اسرع اللابات اللي بتنشرح. ليه؟ لانه ما في شيء، بس انت رح تمسك البنزوين اللي انت صنعته ورح تفاعله مع النيتريك اسيد، رح تحصل على بنزل، تمام. فهي عمليه عباره عن اوكسيديشن. حبيت اورجيكم الجزء العملي انه انت رح تمسك هاي المكونات وتحطها على الووتر باك، بتسخنها لساعة كاملة. عندك غاز النيتروجين ديوكسيد عم بيتبخر، انت عم تتخلص منه. هلا بنشوف كيف بالميكانيزم رح يطلع، وفعليا بعدين تاخذ هدول الميكسشر وبتحطهم بالووتر باك. طبعا بيكون في عندك البيكر بتكون حاطه في ايس باك. ليه؟ عشان انت البنزل بيكون على شكل خلينا نحكي زي سائل بيكون، او زيت لونه اصفر، فبالتالي انت رح تعمل له سوليديفيكيشن بهذا الايس باك، بعدين تعمل له سكشن فلتريشن اند ريكريستلايزيشن. وذكرت سابقا ليش عم نعمل احنا الريكريستلايزيشن، تمام. هلا هاي هي فكره ايش يا جماعه؟ هاي هي كل فكره اللاب. طب هلا نيجي نتطلع فعليا على ايش؟ على الميكانيزم، انه شو الميكانيزم اللي بيتم فيها هذا التفاعل. هلا زي ما انتم شايفين قدامكم انه احنا في عنا ايش؟ في عنا خلينا نحكي في عنا ال يا جماعه البنزين، تمام. هلا هذا البنزين اللي حصلناه من اللاب الماضي احنا مع مين بدنا نفعله؟ بدنا نفعله زي ما انتم شايفين مع النايتريك اسيد. فبرضه كمان مره خليني اشرح عشان تكون الامور اسهل واوضح. رح نفعله مع النايتريك اسيد. هلا كيف الميكانيزم؟ الميكانيزم يا جماعه لهذا التفاعل تبدا اول شيء بانه انا في عندي او اتش جروب هون زي ما انتم شايفينها. هلا هاي الاو اتش جروب احنا دائما ما بحكي لكم انه الاو اتش عندها لون بير اوف الكترون، بالتالي هي بتشتغل از وات از نيوكليوتيد. لو تيجي ترسم النيتريك اسيد فهو عباره عن نيتروجين عليه او اتش دبل بوند او اند او، صح؟ هلا لما تيجي تطلع فعليا يمكن مش واضحه عندكم، هاي الاو عليها ماينس وهي بوزيتيف، عشان هيك احنا لما نكتب النيتريك اسيد بنكتبه اتش ان او 3، ما بتشوف عليه اشارات لانه متعادل هو نيوترال. طيب كيف الميكانيزم رح تصير بالضبط؟ اللي راح يصير يا جماعه انه الاو عندها الكترونات ومعها اتش، بس الكتروناتها وين راح تكون فعليا؟ عند الاتش. فاللي راح يصير انه اول خطوه زي ما انتم شايفين راح نشبك الاو مع الان. لاحظتوا انه الاو عليها بوزيتيف تشارج، ليه؟ لانه لسه انا مش معطيها الكتروناتها من وين؟ من الاتش. اللي راح يصير عندنا بعد ما نشبك التو ستراكشر مع بعض، راح من الاو ماينس يا جماعه، هاي الاو ماينس شو راح تساوي؟ راح تروح تاخذ البروتون اللي فوق اللي عند الاو اتش اللي هو من وين؟ هذا من البنتون، تمام. فاللي راح يصير كالتالي، راح يصير بروتون ترانسفير، انا باجي باخذ هاي الاتش بعد ما اخذ الكتروناتها ولمين اعطيها؟ زي ما انتم شايفين عم بتبدا معكم على السهم للاو، فراح تاخذ الاتش لتحت، فهي بنسميها بروتون ترانسفير، والاو هاي شايفين كيف البوزيتيف راحت عنها؟ ليه؟ لانه انا اعطيتها الكتروناتها، تمام. هلا نشوف بعدين، اللي بصير كالتالي انه هلا مش الاو راح تعطي الكتروناتها للان؟ يس، نفس الشيء الاتش اللي فوق هاي اللي انتم شايفينها هون اللي هي هاي اللي هي كانت المربوطة فيها الـ OH، صح ولا لا؟ شو اللي راح يصير؟ مش هي عاملة أربع روابط؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، زي ما الـ O أعطت إلكترونات للـ N، الـ H هاي أز بروتون إيش بتعمل؟ بتروح بتعطي إلكتروناتها للـ O، تمام؟ فشو بتصير في عنا؟ بصير في عنا فعلياً دبل بوند، وأنت طردت هذا الستركتشر كلياته لوين؟ لبرا، تمام؟ فإذا إحنا أعطينا كمان مرة الـ O، اللي أعطينا الـ O إلكتروناتها بعد ما الـ O أعطت إلكتروناتها للآن، أخذت الـ H فوق، فصار كمان مرة بروتون ترانسفير، فصار في عنا هون إيش؟ كاربونيل جروب. ففعلياً أنا لما أجي بدي أشرح لك هون، إحنا خلصنا الميكانيزم تبعتنا، إحنا زي ما أنت شايف حولنا الـ OH جروب من هيدروكسيل لمين؟ لمجموعة كاربونيل.
تمام. هلا شو صار بعدين بهذا الستركتشر اللي هو خلينا نحكي النايتريك اسيد؟ هلا زي ما انتم شايفين في عندنا الN صح. هلا يعني لو بس بدي ارتب الافكار شوي، لاحظتوا انه يعني هذا الارتباط كلياته صار عشان انا احصل الكربونيل، تمام. فهلا لما اجي اطلع على هذا الستركتشر مثلا اللي هو احنا عم نحكي عن N صفت معنا صح، هيها نتبع وحده وحده، وهي OH صح تمام، وهي الاو ماينس وهي الاو اتش. اوكي هلا طب وين هاي الاو؟ حكينا هاي الاو احنا طلعناها فوق، يعني فعليا احنا اخذنا وحده من الاو هاي، تمام تمام. هلا شو اللي صار عندنا فعليا؟ هلا صار عندنا انه النيتروجين زي ما انتم ملاحظين اعطيناها الكتروناتها. طيب اعطيناها الكتروناتها، شو اللي راح يصير بعدين؟ انه الاو ماينس هاي راح ترجع الكتروناتها لوين؟ للان. فراح ترجع زي ما انتم شايفين شو راح تعمل؟ راح تعمل دبل. طب على اي اساس صارت الان بوزيتيف؟ لانه كم الرابطه صارت عامله يا جماعه؟ 1 2 3، هلا صارت الرابعه فهي بوزيتيف تشارج. طب شو اللي بيصير بالاخر؟ بس اخر خطوه انه انت فعليا رح تفقد H2O. كيف يعني رح تفقد H2O؟ رح تاخذ H مثلا من هون و OH من هون صح؟ فرح تصفي عندك O هون و N بلس دبل بوند O، وهي ال H2O رح تطلع، تمام. فبكل بساطه هاي هي كانت فكره اللاب، وهذا هو الميكانيزم لللاب. زي ما قلت لكم هاي رح تكون عباره عن ابسط خطوه بالسينثيسيس. رح نرجع نكمل المره الجاي اخر خطوه من خطوات السينثيسيس، وهو انه نفاعل هذا البنزين اللي حصلناه مع ايش؟ مع اليوريا عشان نحصل على البنزين.